جنوبك صعبه راجع. طب احذف له حته كده اكله هو خلاص. طب احذف له حته صغيره بالله. حته صغيره بالله عليك. اعتبر ان انت اديتها لي يا اخي. اه بص اديله بقى كاله. كون عندك اول لا الكبير امد بالواجب يعني حياتك. انا محتاج اه انا ياكل فعلا. بس هو رجب مش عايز يدوم اكل مش عارف ليه. انا جايب الاكل ياكل ولا اخلهم عادي يا جدع انت. انت ما تعرفش ان في واحده دخلت الجنه بسبب ان هي زعت كلب. ماشي الكلب ده راح برضه المفروض يعني. وده الشيخ رجب يعني. الشيخ رجب المفروض. انا مش شيخ. مين اللي قال لي دقنك اللي بتقول؟ لا هو كل ما الرب دقنه بقى شيخ المفروض. لا 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 الصغير ده قاعد لك بقى. بص اصل بيتعمل لهم من قله الاكل يا راجل. هما بياكلوا شفت اللي استحموه على رجليه روح. انت عارف ان هم بيعمل لهم عمل لهم طريقه اكل بياكلوه من نفس الاكل اللي انت بتاكله ده كده. المغزى بيبقى ناشف كده ده حب كده. لا حب. لا بيبقى زي ده زي نفس طريقه البتاع اللي انت بتاكله ده. هو خدع الاكل بقى. بص بيبص لك ازاي. بص ما تحرموش يا راجل. ما تحرموش ما تحرموش يا رجل. طب لا خد تعال خد بعد كده تيجي تجيب بكون معاك. ايوه تطلب من العوض كده.